السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تابعت يوما ما نملة تمشي ولم تفهم طريقة مشيها، أو أردت أن تفهم كيف يعمل الترومبيت، أو كيف تتم عملية المضادات الحيوية داخل جسم الإنسان؟ أوضح لكم في مقطع اليوم بعض الأشياء الغامضة التي تدور من حولك يوميا ولم تستطع فهمها. إن هذا الجسم الشبيه بالبالون الذي ترونه هو رئتي إنسان مشبوكتان بأنبوب هوائي، واللتان تنتفخان بمعدل 12 إلى 20 مرة في الدقيقة في الأصحاء، وتصل مساحة السطح الداخلي للحويصلات الصغيرة داخل الرئة إلى مساحة ملعب تنس، مما يساعد على تنفس 11,000 لتر من الهواء يوميا. الذي يتمشى هو بروتين اسمه كينيسين، والذي يحمله هو حويصلة اسمها الأندروفين، وهذه العملية تحدث داخل دماغ الإنسان. قبلة الموت تعطيها الخلية اللمفاوية للخلية السرطانية، هكذا تهاجم الخلايا المناعية الخلايا السرطانية وتقوم بقتلها. أما اللون الأحمر يعود إلى مكتنفات الخلية السرطانية التي تنفجر مخلفة إياها في الوسط. أما هذه فهي عملية لتكاثر بعض النباتات. وهذا المقطع يوضح لنا كيف تعمل الآلة الموسيقية الترومبيت. أما هذه هي عملية انكسار الضوء في الماء. وهنا يظهر لنا كيف تقوم العنكبوت ببناء فخها بطريقة عبقرية. هل تابعت نملة عن كثب في محاولة لفهم طريقة مشيها؟ إليك الجواب في هذا المقطع الرائع. وهذه هي عملية صنع مخاريط الآيس كريم. هذا ما كانت تبدو عليه السماء لو كان سديم الجبار يبعد عنا 4 سنوات ضوئية فقط. الذي يظهر أمامك هنا هو ظاهرة طبيعية غريبة تسمى بالشفق القطبي. وهذا الذي أمامك هو من أغرب الحيوانات، يقوم بتصفية مياه البحار، وهذه التجربة توضح لك كيف يقوم بعمله. نشرت وكالة ناسا للفضاء هذا المقطع لما يراه رواد الفضاء من النافذة أثناء عبورهم للغلاف الجوي للكرة الأرضية. ماذا سيكون شعورك لو رأيت هذا المنظر بنفسك؟ قام علماء من جامعة كليمسون الأمريكية بتصوير قطرة مائية راقصة معلقة في الهواء باستخدام المجال الصوتي، حيث تقوم الموجات الصوتية برفع القطرة وتشكيلها على شكل نجوم دوارة بديعة الشكل والتي يتوافق عدد زواياها مع عدد تردد موجات الصوت. أما هذا المقطع يوضح لنا ما تمر به الذرة كي تصبح فشارا. هل لاحظت يوما ما أن قطرات الماء تظهر وكأنها تطفو عند سقوطها على سطح مقلاة ساخنة؟ يعود السبب إلى تأثير ليدن فروست، وهو ظاهرة فيزيائية تحدث عند اقتراب مادة سائلة باردة إلى جسم آخر أشد حرارة من درجة غليان السائل، مما يؤدي إلى تكون طبقة عازلة من البخار بين الجسمين والتي تمنع السائل من الغليان بسرعة. من قال أن الفيزياء ليست ممتعة؟
تمكن باحثون من جامعة نورث ويسترن خلال الأسبوع الماضي من رصد شرارة تشعها البويضة عندما يلقحها حيوان منوي بنجاح، وأرجعوها إلى إطلاق البويضة لعنصر الزنك الذي يسبب تفاعلات مضيئة. يبدو أن كلا من الحب والشغف والحياة يبدأون جميعا بشرارة. وفي الأخير سأترككم مع هذه المسيدة الرائعة والبسيطة للفئران. للمزيد من المقاطع الرائعة اشترك معنا في القناة وكن فردا من عائلتنا المميزة في قناة أبدع ليصلك كل جديد. أبدع، قناة الإبداع والتميز.